أوراس تي في. بحضور والي ولاية الوادي شهدت دار الثقافة محمد الأمين العمودي احتفالا كبيرا بالسنة الأمازيغية 1971-2021، حيث تضمن الحفل العديد من المسابقات والعروض من جميع أراضي الوطن، وشمل الاحتفال مسابقات الأكلات الشعبية ومعارض الأزياء التقليدية في طبعتها 21 وعروض فلكلورية انتهى الحفل بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات والعروض. كل مرة ألف مبروك يا زينب. هذه صورة مع قائد القطاع العسكري بالولاية، المجموعة الإقليمية ورئيس أمن الولاية. نعم. وهذه صورة صورة مع السيد الأمين العام للولاية رفقة كسوم. هذه صور للذكرى دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الملك خلف ابن مدينة قمار والحائز على المرتبة الأولى في مسابقة العزف الفردي بواد سوف. نشكر إدارة هذا الحدث بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية، ونقول من خلاله السجازة مجاز، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، عيد سعيد وعام سعيد للشعب الجزائري بمناسبة إحياء عيد يناير. السجاسة مقاس باللغة الأمازيغية. ابتديت الاحتفال بهذا العيد مع ظهور برنامج المدرسي في الجيل الثاني، نحتفل بيناير في المدرسة من هذا الدرس اللي وجه للأطفال، وهي تخص شريحة الأطفال في الوطن كله. اعتمدت أن نكون دائما كل عام نحيي هذه المناسبة، وأصبحت عادة، وهذه أول مشاركة في الحفل الولائي. مشكورين، كل عام أنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن تحتفل ولاية الواد كباقي ولايات الوطن بيناير، هذه التظاهرة التي تعد محطة تراثية وثقافية مهمة. طبعا دار ثقافة وولاية الواد بشكل عام نظمت هذه التظاهرة التي تضمنت العديد من الفقرات، أهمها مسابقة الأكلة الشعبية، معارض للأواني والأدوات التقليدية، معارض أيضا لبعض المنتجات الفلاحية، إضافة إلى بعض المتنافسين في ميدان الحلويات وغيرها من الأنشطة. هذه التظاهرة تعد مناسبة أيضا لتأكيد اللحمة الوطنية ووحدة التراث الوطني، ذلك أن الجميع يحتفل بيناير ويحتفل بمختلف المظاهر الثقافية والتراثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رئيس الجمعية الثقافية للصم سوف. اليوم شاركنا في الحفل الأمازيغ السنة الأمازيغية 1971، وأنا دائما نساهم أني نساعد في الفتاة الصماء أنها تخرج من البيت، ونساهم نساعدها في المجهودات اللي تعمل فيها في الخياطة.
وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رئيس جمعية الأصالة للفلكلور والبارود والتراث الشعبي، شاركنا اليوم في هذا الحفل المهرجان في دار الثقافة تاع ولاية الواد بالجمال والخيم وفرقة البارود. شاركنا في المهرجان هذا الأميزيغي، مبادرة من الجمعية ما شاء الله تعدى على أحسن ما يرام. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية زكية للنشاطات المرأة الريفية اليوم في رأس السنة الأمازيغية سجاس مجاس، شاركنا في المعرض، ويحتوي المعرض على خيمة تقليدية وأواني تقليدية، والمعرض يحتوي على أفرشة وأغطية تقليدية. بمناسبة السنة الأمازيغية، أنا الكاتبة الشيحي سعاد أقدم أحر التهاني إلى كافة شعب الجزائر. هذه كانت الاحتفالات بالسنة الأمازيغية في دار الثقافة محمد الأمين العمودي بولاية الوادي. كانت معكم شيماء كزوز، عدسة كاميرا قناة أوراس تي في.